تجي للجنان نديرو معاك حل باش نعرف ديري الدوسي ديالك وتمشي. هذا يومين عام ما دارهم معايا والو. كندوي على الزنقه قعدت عند العائله قعدت ما خليت ما نمشي. دابا مشيت لدار بالريبان دخلت لي هذا هي راه معها خايا السقوط. انا مخشيه في انا ولادي ملي جات هاد الشتا دخل عليا الماء. هادي انا خارجه دابا ما داروا معايا حتى حل والو ما عطاوني حتى ريال. شحال ديال الوقت؟ عام مشيت للجماعه دوسي كنمشي كنلقاه باقي عندهم واحد الورقه ما كاين لا دوسي لا والو. ها ورقه ما باش هما راه شافوا كلشي جا القايد جا المقدميه جا كلشي جا انا ولادي جوج وراجلي مريض ما خدام ما ردام. انا كنخدم في الميناج دابا مع هادشي محبوسه حنا ضايعين. اش من زنقه لا خرجتي اش من زنقه؟ درت حاج جلالي زنقه جوج دار واحد. شحال الوقت نتوما تما؟ بس ساكنين دارهم ما استفدتي فلوس كرامه؟ ما عطاوني حتى شي حاجه. من يومين سمعت القايد قال لي ما تجلسيش راه خطر عليك داكشي صافي. هذا هنا يومين عام هذا وحنا نمشيو نجي ما دايرين معنا حتى حاجه. عامل حنا ضايعين في الزنقه وصافي. ومني كنشوف هذا الشيء راه عندنا كنمشيو نعيشوا في الزنقه حتى ما نعيشوا في الطيور. دابا فين ما كنمشيو كيقول تجي اللجنه تجي اللجنه. حنا ما شفنا عمرنا ما شفنا حتى حد لا لجنه لا والو. وجاو شافوا الحاله وشافوا كلشي ماشي ماشي في الكرا جاو شافوا الحاله كيفاش دايره والماء والدار دابا كتختار بالماء ما عندناش كنوقفوا عام عام على قدو. حنا كنطلبوا من جلاله الملك يشوف من حالنا ويشوف هادشي راه حنا عايضه يعيشوا راه لا خدمه لا زكاه لا والو. نعم لا لا هادشي اللي كنطلبوا من حالنا يشوفوا لنا السكن ديالنا ويأمنونا ويأمنونا من ما استفدتو حتى حاجه لا لا ما استفدت ما عطاوني حتى ريال. خارجه مني ريبان اللي مشيت كريب بيت مع الجيران بيت ستة على طواليت كيقول لك 20 30 كيفاش غندير وانا كنخرج ندير في الميناج على وليداتي نخليهم انا مع سوا في البيوت في البيوت راح لا تشرطتوا ولا لا تشرطتوا؟ شرطين عام عام دابا عام هذا ولا مع الحجر ما كاينه خدمه. شو وليداتك؟ لا وليداتي وراجل مدمن مريض انا اللي كنكافح دابا ما تليش خليهم ما عنديش الامل فنخلي ولادي ونقول نخدم عليهم. واش من زنقه لا لا؟ واش من زنقه؟ درت حاج جلالي زنقه جوج دار واحد. شكون مقدم؟ مقدم طارق. نعم لا لا راه ما دايرين معنا والو ما كيعطيوناش وقت. هالدار لا لا هالدار ولا باش نديرو ما عندناش. هالدار اللي حداك هالدار اللي حداك هنايا هذه اللي كيطيحوا بها هذه. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي.
مرحبا بك.